أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. النهاردة الخميس حلقة خاصة جدا زي ما وعدناكم، معنا نجمة متميز وإكسكلوسيف انترفيو خاصنا بيه نجمنا النهاردة بعد طول غياب، وأول انترفيو راديو حصري وأول لقاء لي في نجوم أفام، أول مرة يزورنا في نجوم أفام، والحقيقة أنا سعيدة جدا بزيارته لينا، ونجم كلنا بنحبه ونجم كلنا مستنيينه، هو نجمنا النهاردة أحمد مكي. برحب بيك وأقول لك يو يو يو. ميرسي جدا، شكرا شكرا على الكلام الجميل ده. مبروك وقفة نصية زمان وتسعة مليون فيوز على اليوتيوب، وكل الفيدباكس كلها بوزيتيف، وكل تعليقات السوشيال ميديا والكليب الناس عاجبها، وموضوعك مش متخافش من الحسد؟ الحمد لله. لا ما دي بتاعت ربنا بقى، هنعمل ايه يعني؟ يعني الحمد لله والشكر على كل شيء. الحمد لله طبعا، يعني احنا حابين نقول لك الف مبروك، وخاف على نفسك ولا تتحسد. الله يبارك فيك، كله زي الفل، كل اللي يجيب ربنا كويس. طبعا اكيد. فكره جات لك ازاي؟ ويعني بعد الالبوم، اخر البوم انت قدمته لنا كان 2012 على ما اتذكر، خمس سنين تقريبا. وفاكرين لسه الاغنيه منطقتي ايام زمان وحلت محشي، دي كانت ماي فيفرت، ما اعرفش ليه بس عشان وضعها مختلف. حتى اللي بوزع الناس اللي وزعت الالبوم كانوا عايزينها هي الغنوه اللي تنزل مش قطر الحياه، لانه حسينها كانت يعني كوميرشال جدا ولذيذه جدا ودمها خفيف. انا ساعتها اخترت قطر الحياه لانها صادمه، هي كانت ماي فيفرت. انا بس التصوير بتاع قطر الحياه كان حلو قوي، فيلم قصير قوي، فيلم قصير قوي يعني بجد. انا عايزه احيي الاخراج واحييك طبعا، وادائك بصراحه، المود والبحر والمود كله يعني، والستوري المخدرات وازاي ان الشخص بيحصل له ايه من الاول للاخر، عايشنا الحاله وحسينا بيها كاننا كنا عايشينها بالظبط. هي 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 الفكره بتاعتها جايه من حاجه حقيقيه يعني. انا زي ما قلت قبل كده في كذا مره ان في حياتي يعني في اكتر في تقريبا 8 اشخاص ماتوا هيروين، يعني كل واحد في مكان شكله وفي شغلانه شكل. هي قافه بنت لذينه. الهيروين ده يعني عامل زي النار، بينهش في الشباب وبياكله، وصعب فعلا ان واحد يخش ويطلع منه، الموضوع مش سهل. وانا عارف، مريت بالتجربه، وصحابي شفت ده كتير، وشفت حاجه تمام يعني كمان شفتها، ان في الناس لما تكون مدمنه مخدرات وبيتفرجوا على حملات لا للمخدرات بيضحكوا، لانها بتبقى كوميدي فعلا، ما بتبقاش بتبقى وعظيه قوي. لا للمخدرات وانت كويس، لو الكلام ده ما بيأثرش في حد على فكره، بياكلش معاك، بياكلش خالص. انا عايز اقول لك في ناس كانت بتجمع الفيديوهات دي تشغلها وتضرب مخدرات تسقط عليها، لانها بتضحكوا. الناس مش عبيطه ولا هبله، لازم تبقى الكلام فيه رياليتي قوي ومن الواقع جدا ومش متزوق عشان يتحس وناس تصدقه. لو هو حقيقي ومتصدق هيأثر. طب ده من 2012، وبعد كده فاتت سنين كتيره وطويله ورجعت لنا بوقفه نصية زمان. اكيد في حاجه معينه حصلت خليتك تقول انا هعمل الاغنيه دي او هعمل الفكره دي. هي, ده. هي مش هي دي بس، انا هرجع لك ليها. بس هي دي واحده من ضمن مجموعه اغاني في الالبوم الجديد ان شاء الله. هو الكلام ده حصل لي في فتره العيا بتاعتي لما كنت عيان، في وقت كنت راقد فيه سنه تقريبا في السرير. اول شهرين منهم دول كانوا زي الكوما، كنت بنام لحد 20 ساعه. عندك ايه؟ كان عندك فيروس، كان ضرب لي الكبد والطحال والرئه. حتى دلوقتي الحمد لله مهتم بصحتي جدا، سجاير بطلتها بقالي فتره طويله من ساعتها. فهمت نعمه الصحه دي يعني ايه. كانت المشكله الحقيقه يعني اكتر درس اتعلمته في الدنيا ان في مرض كلنا عندنا تقريبا اسمه انتقله في النعمه، يكون عندك نعمه وانت متعود انها عندك بيها. فهي عشان بالمجان عندك فانت شايفها انها مش نعمه، ولكن هي نعمه الحمد لله عليها. في الوقت ده انا قعدت تفكيري في كل حاجه يعني كل مواضيع حياتي قعدت فيها تفكيري. في حاجات كانت يعني زي ما تقولي بلا قيمه بقت ليها قيمه كبيره جدا، وحاجات كانت مالهاش قيمه بقت ليها قيمه بالنسبه لي. من ده كله بدات من اعاده تفكيري في كل حاجه، قلت اعمل المواضيع معينه هي اللي حاسسها وعايز اقولها في الالبوم. دي كانت اول واحده، ودي تعتبر اكتر غنوه كلاسيك في الالبوم. الالبوم شويه افكاره غريبه اكتر كمان من كده. الفكره دي جات لي منين؟ هو هم جوايا وجوه اي شاب من سني فما فوق مش فما تحت، لان احنا حضرنا، انا بعتبر جيلي يعني اخر جيل حضر الحاجات دي، حاجات دي شفناها في الشارع فعلا. وقفه الناصية دي مدرسه، انا متعلم منها كل حاجه يعني. انت وقفتها شخصيا اكيد وعشت الحاله، صح؟ اكيد اكيد. اتعلمت منها ايه زي ما قلت في الاغنيه؟ هي ادتك المهاره الاجتماعيه، هي بروف على الحياه، مهاره اجتماعيه. انا في حتتي الحمد لله يعني كان ليا شخصيتي
يعني لو في مشكله انا بتدخل بحل، لو في حاجه ناس عارفاني عارفين بعض. كنت بادي بيلدر برضو، مش بادي بيلدر. على فكره الموضوع مش بالعضلات برضو، يعني دي برضو مخ. انا ساعتها كنت بلعب بوكس كان وزني 60 كيلو. 60 كيلو ده مش حاجه خالص. بس هو شخصيه ملهاش علاقه بالعضل، مخ بقى. شخصية أكتر يعني. إحنا كنا عندنا مهارة اجتماعية، كنا بنحل مشاكل في الشارع، كنا عزوة للحتة فعلا. يعني الناس كانت بتستنصر بينا، ما كانش تحس إن إحنا داهية عليهم ولا مصيبة. دلوقتي بقت في وقفات الناس مش عايزاها تحصل جنب البيت. لأنها شباب بيقفوا يعكسوا أكتر، مش بيقفوا يحلوا، تسمعي ألفاظ مش حلوة وبتاع. وزي ما قلت في كذا لقاء فات، حقيقي أنا فاكر مناظر زي إيه مثلا. شوفي واحد مسجل مثلا خطر ولا حد مجرم، لما يعدي راجل كبير وهو بيشرب سيجاره بيخبيها. طب ده اسمه ايه؟ قولي لي. احترام. هل هو خايف؟ هو مش خايف، مش فارق معاه حاجه، بس هو عنده سقف للصياعه. دي النقطه يعني. ما بقاش موجود السقف. ما بقاش موجود. فانا حسيت ان لو ده حصل ممكن الناس تريليت لي وتحس ان ده حاجه. والحمد لله انا اعتقد لو بتسال سر نجاحها ايه الغنوه دي، انا اعتقد ان الناس حست انها غنوتها او كلامها جواهم، بس ما لقوش اللي يحطوا في حروف. مش عارفين يعبروا عنه. ايوه. التعليقات اللي جات لك على السوشيال ميديا ومن الناس اللي بتقابلهم على الاغنيه والكليب، الحمد لله اغرب التعليقات ايه؟ الحمد لله في كذا كومنت. الكومنتات الايجابيه الحمد لله، فكره ان الناس يقول لي انا بسمعها اكتر من مره، وانه بيسمعوها كتير لانها كل مره بيسمعها بياخد باله من حته معينه. الكليب نفسه فيجوالي كان عاجب ناس كتيره. اكتر حاجات عجبتني في ناس مش مصريين خالص، يعني في واحد من المجر عندي في الكومنتس حاطط كومنت. دول كانوا معاك في الجيم صح؟ لا مجري من المجر، واحد مش مصري واحد من بره. لا بس الشله بتاعتك اللي في الكليب مش كانوا مش معاك بس في الجيم؟ مش بس من الجيم، انا اللي من يعني مثلا شله الحمام. دول من جمعيه كرداسه اللي انا فيها عضو فيها، بتاعت حمام زاجل. في شباب اللي كانوا معايا في الميكروباص، منهم ناس عرفهم من اعدادي ومن ثانوي، كلمتهم وجبتهم وكانوا فرحانين ان هي دي نفس الوقفه بتاع زمان كنا بنوقفها واحنا صغيرين، دلوقتي وقفنا واحنا كبار بنعمل الكليب. وفي طبعا من الجيم دول عارفهم من قبل كده، يعني ابو النجا ده انا عارفه من زمان جدا، ومن قبل الجيم خالص، قبل الجولز وقبل كل الكلام ده. ومصطفى بارسي ده انا عارفه من انا في ثانوي، المدرب هو ده دلوقتي. كل الناس يعرفها من زمان، فهم دول اللي جبتهم وخلت الروح فيها مصداقيه اكتر. تفاصيل اكتر عن الكليب وعن الاغنيه هنعرفه من احمد ميكي في الدقائق اللي جايه. نسمع جزء من الاغنيه، وفي انتظار اسئلتكم على الاس ام اس على 1006. وقفت ناسي زمان، ده الاوديو اللي بنسمعه مع بعض ونجمنا النهارده في حوار اكسكلوسيف لنجوم اف ام واجمد 7 الساعة 7. احمد ميكي، بنكمل كلامنا. كنت بسالك على الكومنتس اللي جات لك على الاغنيه على السوشيال ميديا، كنت بتحكي لي على حد مجري. المجر ده كاتب حاجه انا يعني كانت فرحتني وكانت لطيفه قوي. كاتب ان هو مش فاهم حاجه من الكلام، بعدين خد قرا الترانسليشن الترجمه، وبعدين كاتب اي وانت تو فيزيت طلبيه. فدي بالنسبه لي كانت لطيفه جدا، يعني ضحكتني ان هو يعني حس حاجه وحابب يجي يعمل تجربه دي. وفي ناس من كذا دوله، يعني تلاقي في المان حاطين كومنتس، في من كذا. انا اعتقد دي انا من ايام المعهد مع كان عجبه طبق الجيلي اللي في الاول. الاكل كان حلو. في مبدا انا مؤمن بيه من ايام المعهد، لما كنت في معهد سينما الافلام القصيره خدت جوائز بره كتير بره مصر وفي مصر. وكان عندي مبدا ساعتها وانا لسه صغير، كان عندي ساعتها 22 سنه. كان انا بشوف دايما كده انك كل ما تبقى محلي ممكن كل ما تبقى عالمي، كل ما يستحبك، كل ما تتعمق في يبقى ليك طعم خاص مش مسخ بتحاول تقلد بره. يعني كل ما تبقى انت فخور بطعمك وبالكالتشر بتاعك ثقافتك. بس الرابينج ده مش ثقافتنا ولا اللبس اللبس اللي في الناس لابسينها في الكليب اللي انت لابسه والموديل مش لابسين باجي والكلام ده. اللبس ده في مصر عادي، لو نزلت الشارع دلوقتي تلاقي ناس بتلبس كده عادي. بيقولوا ان هو ده تقليد للامريكان والحاجات دي. انت شايفه ايه؟ الناس بتشوف انا شايفه ان احنا بنلبس كده عادي بقى خلاص. خلينا نتكلم بصراحه. لا انا مش بالعكس. الراب انا في الالبوم الاولاني اسمه اصله عربي، لانه بحكي قصه الراب من اول ما كان من شبه الجزيره العربيه، لانه كل التكنيكس اللي في الراب من اول الهجاء اللي هو ديسنج الناحيه الثانيه، الغزل، كل الحاجات دي هي دي تكنيكس اتاخدت في الراب. اول واحد مسك فكره السيلبلز او الـ 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 الايقاع في الكلام ده كان الفراهيدي. ده راجل عربي من ايام شبه الجزيره، هو اللي اكتشف ده وعمل علم العروض. ما هي الفكره دي جت منين؟ ده فكره الايقاع. الزنوج حطوا الباركيشنز في افريقيا، والتليل ان حد بيليل في الكليب. واحمد سعد كان مشارك معك في اغنيه ايام زمان منطقتي. الفكره دي بقى حاجه ثانيه. فكره انا مثلا الغنوه اللي انت سمعها دلوقتي هي هي جاز بلوز ودخل عليه لون الهيب هوب. اوكي.
ممزوج بطعم شرقي شعبي قديم. الغنوة البونة بتاعها أنا بنيه زي بالظبط الأغاني الشعبية القديمة. أنا بسمع شعبي قديم وبحبه جدا. الغنوة الشعبية القديمة فيها موال طبعا. فالموال ده تعمل. أنا كنت ما بنزل مولد زمان وأشوف موالد كان بيبقى في حاجة اسمها خيال الظل. خيال الظل ده كان فيه واحد بينده بيقول كان يا مكان وتخش تسمع الحدوتة. دي الفكرة اللي عملتها في الغنوة الراب. واحدة بتنده بتقول كان يا مكان فاكرين ولا نقول كمان ده كلام بتاع موالد شعبي جدا من تراثنا جدا. بتخش بتسمع الكلام من جوه تلاقيه مظبوط. بالنسبة للزي أو بتقولي اللبس مش بتاع إيه هسأل سؤال ورد دي أنت عليه إيه اللبس المصري؟ على حد علم الفولكلور والأغنيات الفولكلور والتنورة بقى والجلباب والحاجات بتكلم على بتكلم على غنوة 2017 إيه هو اللبس المصري؟ ما خلاص ما كلنا بقينا بنلبس جينسات وكل الحاجات دي يعني. فهو كلام يعني مش حقيقي لأنه أي دولة في الدنيا بيبقوا لابسين كده. أنا مش ملبسهم باجيز وسلاسل عليها جماجم وحاجات بتلف لا خالص يعني اللبس بالعكس عايز أقول لك في المناطق الشعبية دلوقتي اللبس اللي انا لابسه ده يعني او الشباب لابسينه حوالينا اقل من الواقعي. الناس دلوقتي حتى اللبس اللي هو المضروب بقى اكتر كله احمر ومش عارف ايه وسترس وحاجات بتلمع وشكله كده خالص زي لبس الهالوين كده. طيب احمد بكي مش مطرب فقط لكنه هو بيكتب الاغنيه هو بيخرج الاغنيه هو بيتدخل في الميكينج او تصنيع الاغنيه من الالف للياء. فلو هنتكلم على المزيكا بتاعت الراب وانه نحاول بس نشرحها نبسطها للمستمعين او للناس اللي مش عارفين انه البيت بتاع الراب او السامبلينج اللي بيحصل دوت ساعات ممكن يقول لك ده نفس البيت بتاع اغنيه مش عارف ايه اللي كانت سنه مش عارفه مين مايكل جاكسون غناها ولا مين غناها او ده نفس البيت بتاع اغنيه منطقتي اللي كان مغنيها من 2012 طب هو فين فعايزين نشرح يعني ايه البيت بتاع الراب والسامبلينج ازاي في الراب في حاجه اسمها السامبلينج انت بتاخد اللي هو بالظبط في 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 الفن التشكيلي بس بشكل بصري يعني اسمه الكولاج هو نفس فكره الكولاج بس الكولاج ده فن بصري احنا بالشكل السمعي بتاعه اسمه سامبلينج ممكن تاخد قطعه او غنوه احنا مثلا في الغنوه بتاعت ناصيه زمان اديك مثلا هي اصلا قطعه موسيقيه من جاز صرف قديم جدا ستيناتي ولو سمعتيها تلاقيها فيها الروح بس على بطيئة جدا دي بتتاخد البروديوسر بتاع البيت بيقطعها بيديها جروف تاني اصلا هو دي فكرة السامبلا السامبلا مش هتاخد الحاجة زي ما هي الانتربيتيشن بتاعتك ايه اللي بتعمله انت فيها بتقطعها بتغير البيتش بتاعها بتعمل لها كاركتر تاني خالص مختلف وتركب على بيت نيو لوك يعني نيو لوك تماما وامتى هو ايه اللحن في الراب امتى تقول ده اللحن اللحن هو الكورس اللي هو الهوك اوكي يعني مثلا اديكي مثل في غنوه انا سامبلتها زمان ودكتور دري سامبلها قبلي وشون بول سامبلها بعد دري هتلاقيهم شبه بعض غنوه الدبور اللي هي جدعان طيبين واتس ذا ديفرنس كتب بتاعت دري وامينيم وشون بول اسمها بريث اوكي الثلاثه احنا نفس السامبلا من غنوه اصلا قديمه فرنسويه لو قلنا السامبلا نقول مثلا عشان نوضح البيت يعني نفس البيت بتاخد المقطع في قطعه اقول لك زي قطعه لحنيه بيج بيمبن بتاعت جاي زي من دي متسامبله من عبد الحليم حافظ اوه تخيلي موضوع كبير قوي من عبد الحليم حافظ قطعه بتبقى حته فيها حته ناي في بتاع الفنان الارتست اللي هو اللي بيعمل السامبلا ده يسمعها تركب في دماغه انها لو اتعملت على بيت بشكل فلاني تروح في حتة تانية فبناخدها او اضرب لك مثل تاني غنوة الكبير جزر وقطعها جحش ايوه حبها جدا التتر التتر ده انا مسامبله من 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 حاجات صعيدي حقيقي وعامل عليه برودكشن بقى ناس جت عزفت وعملت لحن جديد خالص بس بيزد على حاجه متسامبله من 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 كلتشر صعيدي اتمنى ان احنا نكون وضحنا بس زي الراب بيحصل يعني بطريقه مبسطه على قد ما قدرنا طيب طالع موضه دلوقتي انه الكليبات تبقى فيها زي مثلا ديسباسيتو برده كليب ديسباسيتو كان عوده للاوثنتيسيتي قوي للمنطقات حارة أو المنطقة القديمة أو الكلام دوت وكمان مايكل جاكسون برضو كان عمل طلع موضة فهل هو عشان كده أنت عملت الكليب ده كده عشان دي موضة ولا ده أنت كنت شايف الأغنية دي بالتحديد هي مش موضة الحقيقة هي ديسباسيتو ديسباسيتو كانت يعني برضو بس هي مش يعني موضوعها ما كانش ده موضوعها ما كانش ده اللوكيشنز اللي عاملة كده اللوكيشن بلدهم يعني مايكل جاكسون كان من فترة طويلة دلوقتي هي مش موضة بالعكس الحاجات اللي بتنجح دلوقتي مش كلها كده يعني عندك
الغنوة الكوري اللي نجحت دي ما فيهاش حاجة، حاجة تانية خالص يعني، هي حسب الطرقعة بتاعت الغنوة، مش ترند يعني، مش ترندنج، لا مش ترند. الشكل اللوكيشنز اللي انا مختارها هي لما نزلت عين الاماكن لاحظت حاجه جميله جدا. وعندي في المعاينه ان شاء الله انا انزلها في الميكنج قريب، لما تشوفي شكل المعاينه تلاقي في وسط الطوب الاحمر والالوان الباهته بلكونه او بيت واحد ملونه، البالتات دي كلها انا جايبها من الواقع. وعندي صور الحقيقيه، هتلاقي في حاجات فيها الاصفر والازرق مع بعض هم ابطال المنطقه دي الحته دي، والباقي كله باهت ومش عارف ايه. خدت الصور الفوتوغرافيا دي اتفقت مع الارض دايركتور ان احنا نعمل بالروح دي بقيه الشارع، بس بشكل يبقى شكله واقعي ما يخضكيش، تحس ان شكله مبهج وجميل، نفس روح البلكونه دي بس في الزاويه دي، فاهم قصدي؟ والفرشه اللي عاملها في الاول بالوانها دي برضه نفس الالوان. ده من حاجات حقيقيه، اي مدقه، ده ذوق حقيقي. يعني هم ناس مصريين عاملينه، فاحنا خدناه وكان معانا فنانين جامدين بتوع جرافيتي جم كملوا الاشكال، الرسم نفسه بتاعنا حاجات شكلها بتاعنا شويه، راحت الحكايه للشكل ده. الست اللي كانت الاثنين اللي جنبي العواجيز وانت ماسك الوزه، وهم بيعملوا ايه موضوع الوزه في النص؟ السبينر ده اقول لك على حاجه تضحكي جدا، انا كنت وانا بعاني علاقه الوزه بس الموضوع واحده فيهم بتزغط واحده فيهم بتحشي، حضرتك اللي ماسك الوزه ما بعد كده هو انا كنت ماسك السبينر بعد كده عكسنا. صح معلش ما خدتش بالي بالسيكونس. ليه بقى؟ وانا بعين فعلا لقيت واحده ست، المشهد ده حقيقي، قاعده فرشه حاجات وماسكه سبينر بتلعب بيه، فحاجه كانت يعني مش كوميدي، ما تعديش ما تعديش، عجبتني جدا. دي اتحطت في مشهد بقى مشهد. حاجة تانية مهمة جدا أنا في رأيي دي تكون وصلت روح حلوة إيجابية للناس، أنا أكتر كومنت بسمعه على الغنوة دي إنها إيجابية جدا طبعا، يعني تتفرج عليها تحس إنك سعيد في المطلق. الناس اللي اشتغلت فيها بنسبة 95% كلهم حقيقيين أو عارفهم بجد، الباقي في إكسترز في الباك جراوند ساعات عشان يدوا حركة بتاع الكلام ده. الاثنين الستات العواجيز دول تحت بيتهم، التصوير ده كان تحت بيتهم، يعني مش حاسين، مش رايحين لوكيشن يعملوا حاجه، ناس على طبيعتهم. قعدت هزرت معاهم واتكلمنا، شرحت لهم عايز اعمل ايه، قالوا يلا بينا ويلا نعمل كده جدا، وقعدوا معايا وكانوا مبسوطين، كنا بنهزر، فالروح دي باينه. صحابي بتوع الحمام اللي في جمعيه كرداسه واضح جدا ان احنا واخدين على بعض. لما تجيبي موديل قدام ممثل هتلاقيه قلقان شويه ومش عارف، وحاسس انه دول على طبيعتهم، والحاله ما بيننا كانت واخدين عليا طبيعيه تلقائيه، واخدين عليا وانا واخد عليهم، عشان بقى لك كم يوم معاهم من قبليها، عارفينه من زمان، من زمان اصلا تعرفهم. ده كل الناس بقول لك من زمان. انا فاكره كنت بتكلم على ستتين. لا ستتين ستتين عشريين بالفطره، انما بتوع الحمام دول زمان، اللي في الميكروباص جنبي دول ناس عارفهم من زمان جدا. انت برنس يا ميكي، بنحبك، انا من الهرم وبفتخر بيك قوي. دي هبه، الله ينور عليك يا ميكي. احمد مسعد اجمد شخصيه في مصر ومدرسه الحياه، ربنا يحفظك. وفي محمد بعت لك تحيه، وميو نفس الحكايه، بنستقبل رسائلكم على 1006. اسئلتكم لميكي يا جماعه، احمد ميكي ضيفنا النهارده، نستقبل اسئلتكم اكيد بخصوص الكليب والاوديو. ايه رايكم؟ عجبتكم الاغنيه؟ عجبكم الكليب؟ اي تعليق، اي استفسار، شاركوا معانا. في انتظار مشاركاتكم، نسمع جزء من قطر الحياه وراجعين. مكملين اجمد سبعه الساعه 7، حلقه اكسكلوسيف مع نجمنا النهارده النجم احمد ميكي، وفي انتظار اسئلتكم ومشاركاتكم على الاس ام اس 1006، وكمان كلموه على 3835022. كبر دي، وكانت ايه الثانيه؟ روق الجي. منطق او كونسبت مختلف تماما عن وقفه نصي زمان، صح؟ اكيد، لان ده كانت بتتكلم على حاجه عكس ده. لا ده كان فيلم، ده كاركتر في فيلم. الغنوة بتاعته اللي كنت عاملها كانت فكرتها انه واحد نزل من انا دايما بيلفت نظري في مصر حاجة غريبة جدا، ان انا شخصيا من طبقة متوسطة، الطبقة دي شبه انقرضت، ما بقتش موجودة. خلاص بعد اللي حصل بقى والدولار والكلام ده، مفيش متوسطة. قبل والله كلنا تحت دايما الحكاية دي بتستوقفني، لان في الكتب بيقولوا انه دايما المجتمع اللي ما فيش فيه بنا هرمي بيقع. واحنا ما شاء الله مكملين عادي، بسم الله ما شاء الله، ان احنا ما فيش بنا هرمي، الدنيا دي انتهت. انا يعني في بنا سفلاتي في فوق وفي تحت قوي، لدرجه ان ما فيش تقارب، ولا يعني الناس ما مش عارفه تفهم بعض. في مجتمعين فعلا، فده خلاني احب اعمل فكره زي بتاع الدبور، واحد مش حاسس باي حاجه من الناس اللي عايشه، الناس الحقيقيه اللي عايشه، وفاكر ان هي دي الحياه الحقيقيه، وبعد كده نزل اكتشف حاجات تانية. الرحله دي في ناس قلدتك بقى، حبيت وقلدتك، صح؟ وبعد كده عشان كده احنا بنعمل وقفه نصي زمان. قلدته في ايه؟ شكله وطريقته والبيلز والحاجات دي، ولا الفيلم غير الغنوه. الفيلم لما بعمل فيلم لازم، لان انا واعي جدا لفكره يعني ايه بنا درامي،
ولازم الرحلة بتاعت البطل تقفل بنتيجة فيها تغير نسبي. ده اللي حصل في الفيلم. دبور اللي انت تعاطفتي معاه وحبتيه في الأول ما بقاش هو في الآخر زي ما كان في الأول. لو شفت الفيلم هتلاقيه في الآخر فاهم يعني مسؤولية، فاهم ان ضرب البيلز مش حاجة حلوة، تحول لحاجة تانية. هو مش واعظي الموضوع، هو هي دي طبيعة الدراما السليمة، لازم يكون في نهاية معروفة للبطل ده. فاللي حب دبور ما طلعش بيقلده في الجزء الاولاني ويسيب الجزء الثاني. اوكي يعني كمل معي. فهي نفس فكره نصي زمان على فكره، انه في النهايه كونسبت تدرج او تطور في كونسبت. يعني مش الحكايه ان بنوري الناس تقليعه ويقلدوها خلاص. لسه هنكمل كلامنا عن الميكينج بتاع الكليب بتاع وقف نصي زمان، لانه انا استوقفني برضو الباك جراوندز، الخلفيات اللي كانت في الكليب، شخصيات معروفه وهامه، احمد زكي هدهد طبعا والكلبزات والحاجات دي، ومحمد علي كلاي، وكان في روكي باين تايسون وبيج رامي، كله يعني شويه كلهم ناحيه الملاكمه او الرياضه او تحقيق اهداف رياضيه معينه، ولا اللي متهيألي هقول لك دول شبه شويه الشكل السطحي بتاعي انا الحقيقي. ده كان حلم كنت صغير مثلا انت تبقى زيهم؟ انا كنت بلعب بوكس فعلا 8 سنين، وكان هم دول الناس اللي كان الواحد بيقتدي بيهم. بالنسبه لبيج رامي بالذات عايز اقول حاجه، دي من الطرائف يعني الغريبه اللي حصلت. انا عشان لعبتي البوكس مشكلتي ان ما كانش فيه اهتمام خالص بيها في مصر، لا هي ولا كمال الاجسام الحقيقه، يعني اللي واخد حظه الكوره اكتر. انما احنا عندنا ابطال قد كده في البوكس وفي كمال الاجسام، وابطال عالميين يعني، وما فيش حد بيعرف ينافسهم، ومع ذلك لا تذكري منهم احد ولا نذكر منهم احد يعني دلوقتي في الزمن ده للاسف. فطبعا ساعتها وانا بعمل حتى ده في الميكينج موجود، كان قبل ما بيج رامي ياخد الثاني مستر اولمبيا، مبروك لي انا بوجه له طبعا على الهوا الكلام ده، انا كنت من عشاقه، شايف انه مش واخد حقه. عايز اقول لك لحد قبل نزول الكليب، الوقت اللي احنا بنعمل فيه المصور فيه، انا بقول للار دايركتور عايزين ان انا نرسم صوره بيج رامي، بيقول لي مين بيج رامي؟ المصريين مش عارفين بيج رامي الا بتوع الحديد بس. اوكي الباقي المصريين مش عارفينه، بره مصر كل الناس عارفاه، كل الناس عارفاه، وهم اللي سموه بيج رامي. هو اسمه رامي، هم سموه بيج رامي لانهم بيحبوه جدا. فرحت جدا واحنا بنعمل الحكايه، وبعد ما رسمنا الجرافيتي اللي بصورته، بعد ما صورنا بحاجه بسيطه وانا بمنتج، كسب مستر اولمبيا جزء المركز الثاني، وكسب كذا حاجه ارنولد كلاسيكو، وذاع صيته في مصر والناس عرفته، فرحت جدا. انا كنت كده عايز اعمل الهديه دي لي من قبل ما تتعرف في مصر الحقيقه. بقيه الناس، هدهد ده كان مأثر فينا طبعا، فن احمد زكي ده 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 كنز مصري يعني، انا من عشاقه جدا، وظاهره يعني من الصعب انها تتكرر الحقيقه، اتعلمنا منه كتير وامتعنا كتير الله يرحمه ويحسن اليه. شخصيه هدهد دي كانت مأثره فيها ايام كنت بلعب بوكس طبعا، يعني كانت كنا متاثرين بيها، والحلقه دي حلقناها وكل الكلام ده. وبقيه الكاركترز دي كانت كاركترز زي تايسون زي كلاي، دي ناس احنا اتعلمنا منها، وادتنا زي ما تقولي مثل اعلى واحنا صغيرين. موضوع الجيم او الحديد اللي طلع في الكليب ده جزء لا يتجزأ من ثقافتنا احنا زمان. انا زمان دلوقتي الشباب دلوقتي كله جيم وحديد، ده دلوقتي في جيم. انا بقول لك على ما انا صغير ما كانش في جيم، يعني اللي بنجيلي عارف ده كويس قوي، كانش في حاجه اسمها جيم، كان كل اللي موجود احنا بالجنازير وبالحاجات احنا بنعملها وبالاسمنت وبالكلام ده، كنا احنا بنعمل جيم فوق السطح عندنا، وبنعمل الكلام ده في جناين، نتفق يوم ننزل في جناين نتمرن كلنا، ما كانش في حاجه اسمها جيم اصلا. واول جيم انا اتمرن فيه في حياتي كان جراج في شارع العشرين الفيصل، جراج بيتقفل ويتفتح زي الدكانة، مفيش في حاجة، كواز حديد وكواز أسمنت وحاجة كان اسمها الزهر، دمبل اللي بتعمل من الزهر يعني، ومبقاش نفس الوزن قوي يعني، الحاجات كانت كده. بس احنا كان في عزيمة، وبرضو عايز اوجه حاجة، واحنا على الهوا في الزمن ده ما كانش في لا انترنت ولا في غزارة معلوماتية، وكان صعب تبقى تعمل حاجة في مجال زي ده. كان في عندك واحد زي شحات مبروك بقى بطل عالم بلا امكانيات خالص، الكلام ده لو بره اقسم بالله ما ينفع يعني، لا يتعمل له ميدان، لانه ما فيش حد بيعرف يعمل كده، ده صعب جدا. طب دلوقتي ما بقاش فيه بقى فورمه الساحل، بقى فيه فورمه ميكي دلوقتي. صح بتتقال لك اكيد وانت اتعمدت تنزل الصوره قبل ما تنزل الكليب بيومين. انا نزلت شويه صور، وهي دي اكتر واحده خدت مع الناس. طبعا الفورمه. طب كلمني عن سيكي ملواني. ايه يعني ايه سيكي ملواني؟
سك ملواني دي حاجه اسمها الصغه، هي معناها مكي. بس دي بالصغه لمبه، دي لغه، لغه صغه لمبه. صغه ايه؟ صغه لمبه او صغه ليمون، دي لغه، دي لغه في الهرم احنا كنا بنتكلم بيها زمان. كل ومش بس الهرمويه، في كذا، في كذا منطقه بتتكلم بيها ولغات تانية. كان الفتره دي كان في لغات كتيره. دي كان لو حد يجي حد غريب وقعد معانا وعايزين نتكلم، نتكلم بيها ما حدش يفهم. حتى انا قايل بيها لاين في الراب، ساسب حواجب سيفهم يتنيل ساجة حالات، دي قايلها في الراب. قلت لو، ولو في غريب ما بيننا ومش عاوزين يفهم معنى الحاجات، ساسب حواجب سيفهم يتنيل ساجة حالات، ده كلام، كلام اللي فاهم اللغه هيفهمه. اه اوكي، ما حدش فاهمه طبعا غير انت واللي معاك في الكليب. لا طبعا انت اصحابك صح؟ لا 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 ازاي؟ اه اللي عارف الطريقه دي، الناس اللي كاتبه كومنت بالصوغه لمبه كتير. آه. وعندي السكي ملواني على فكره. انا ممكن ابقى ايه بالصوغه لمبه؟ انا اسمي جيهان عبد الله، ابقى ايه؟ ابقى ازاي؟ سيهان جهجهون. سيهام؟ سيهان جهجهون. سيهان جهجهون. طب يا جماعه انا يعني عشان بس تبقوا عارفين اسمي الجديد، هلاقي حد اكتر من ميكي. طبعا سيهان جيلي فيش ممكن برضه. ايش معنى جيلي فيش؟ يعني جيلي فيش وجهجهون الحاجات دي جت منين؟ ما هو ده دي اللغه. اه هي كده، هعلمها لك بقى بعد. انا بقى اسمي جيلي فيش. سيهان جيلي فيش. سيهان جيلي فيش. الف الف مبروك. سي اي والله. عايز اقول لك الوقت ده انا كنت عايز اعمل، كان بعد فتره العيا بتاعتي، جيت قلت اعمل، كان في اخبار كتيره غلط عني وكنت الموضوع ده يعني مش عاجبني، فقلت اكلم الناس. جيت اعمل صفحه لقيت 60,000 احمد مكي ومكي احمد والف ايه دوت. انا لحد دلوقتي مش عارفه لك صفحه، لان عملت تاج لكل حاجه ومش عارفه اني واحده فيهم. هي سكي ملواني، ولما عملتها طلعوا برضو ولاد اللذين عاملين 60,000 سكي بالزبط. ملواني بس سبيلنج مختلف، ال زياده. آه. ام زياده، نقطه زياده، فاهمه؟ هي بقى لغه اسمها ايه؟ صغه لمبه. صغه لمبه. طيب هنسمع جزء أخير من أغنية أنا بحبها جدا وهي حلة محشي دلوقتي، ولسه باقي معنا وقت قليل جدا جدا في حلقتنا النهاردة مع أحمد مكي. سريعا بعتونا أسئلتكم على 1006. الدقائق الأخيرة متبقية في انترفيو خاص جدا في أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أفلام للنجم أحمد مكي. الحقيقة إحنا يعني الوقت الحلو دايما بيعدي بسرعة ومستمتعين جدا بوجودك معنا يا مكي. بس يعني جداً. أنا يعني مش عارفة أخلي، عايزة أكمل بقية اليوم يبقى حلقة. حابة أعرف منك الجديد عندك. طب أنت وحشتنا في السينما وقالك كتير قوي متأخر علينا في السينما. الدراما كنت موجود معنا بخلصانة بالشياكة السنة اللي فاتت، بس برضو الناس لما قارنتها بالكبير قوي مفتقدة كبير قوي. كبير خلاص بقى ابن الناس يعني. والله أنا بالشارع ده اللي بس الناس بتقول لي الحمد لله، طبعا ده شيء من فضل الله. بيقولوا لي الكبير مش مسلسل في رمضان، هو طقس رمضاني. ما بيقولوا لي كده زي ما احنا اتربينا على الفوازير زمان. أوه. اللي هو رمضان يعني بقى يحسوا كده واحد عايش معانا في الحمد لله. في بيتنا الحمد يعني. لله. أوه. الحمد لله. الجديد ان شاء الله انا ناوي السنه دي عايز اركز كويس قوي في الاغاني. الالبوم عايز انزل كذا واحده كده ورا بعض بمزاج، كل واحده قايله حاجه حته مني زي ما دي كانت حته مني كده، قايله حاجه شغلاني اركز فيها وتنزل. ده عشان يحصل مظبوط عايز ياخد وقته، عشان ما حاجات تانية كتير هو ده. وعايز اركز بصراحه في فيلم السينما كويس جدا، لان السينما حقيقي وحشاني. الاغنيات هتنزل يعني بتسلسل، مش هينزلوا كلهم مع بعض البوم؟ بفكر انزل تسلسل فتره يعني لسه في هذا النقاش، يا اما ينزلوا ورا بعض كده يا اما ينزلوا لفتره كده وبعدين ينزل الالبوم على بعضه. فكره الاغنيه اللي جايه معلش انا عايز اعرفها. والله العظيم فعلا والله بجد مش بجد. جلفدان مش عارف ايه عايزه تعرفها. جيلي فيش ايه؟ سيهان جيلي فيش. اه عايزه اعرف. لسه والله العظيم، لان انا كلها هتبقى موضوعات اجتماعيه كده، حاجات انت من انا الحقيقه هم موضوعات عارفه اكتر من اجتماعيه، مش هي انسانيه. يعني انا مثلا في الغنوه دي، الغنوه وقفت مصر زمان، هي اكتر منها اجتماعيه، هي انسانيه جدا. وبقيه الحاجات دي هتبقى انسانيه ان شاء الله. اوكي نفس الاتجاه، بس لسه ما حددتش حتى الموضوع. لا لا والله لسه. شكلك تضحك علينا بس. لا والله العظيم انا يعني الموضوع لسه فعلا كنتش فاكرك هتعمل معايا كده. لا ده في كتير حاجات بس انا فاكرك هتضحك عليا. اصل انا خايف اقول لك حاجه مثلا. انا ممكن تتعملش مش مشكله، هسامحك. هسامح حد يعني مش مشكله. ايه اللي جاي بقى؟ كلها حاجات انسانيه جدا. يعني اللي عاجبني ان انت وانت بتسمع يعني المفروض يعني ان شاء الله انما تسمعي الاغاني دي ورا بعض تعيدي تفكير في كل حاجه في حياتك. تقفي وتفكري في الحاجات كلها من اول وجديد. انت عندك ابن؟ عندي ابن ادهم. ادهم هتخليه يبقى موجود على الناصيه؟ دي هي المشكله. انا بعمل الغنوة دي عشان كده، عشان دلوقتي عشان هو دلوقتي دلوقتي انت تقلق تنزل ابنك في الناصيه دلوقتي. زمان كنت بالعكس، اللي ما ينزلش الناصيه تحاول تزقه ينزل عشان يتعلم. المهاره الاجتماعيه اتعلمناها من الناصيه. انما دلوقتي الناصيه تخاف، ما فيهاش قوانين، ما فيهاش سلو. هذا الام مش هيجي تاني؟
هذا الام ما ينفعش ما يجيبوش تاني، انا اصل يعني ده ابني الصغير ده انا كل ما ادري ليه طلع من الصندوق ما يقعد يهرب مني واجري وراه مطلع عيني، انت عارفه دي مصيبه يعني. احلى عايزين حاجه الام يجي تاني اهو الراجل اللي كان بعين اشياء يعني. ارجوك سعداء جدا بيك ونورتنا والف مبروك، ومن غير حسد من غير حسد من غير حسد 9 مليون ان شاء الله يوصلوا بقى كام؟ انت متوقع ممكن يوصلوا كام؟ والله انا 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 يعني مش شاطر في الحته دي. انا اللي شاطر فيه ان بس الاول لو حسيت حاجه اعملها هي تمشي زي دي بتاعت ربنا، ده جزء مش بتاعي في المره يعني. ان شاء الله بس يعني ان شاء الله تحقق نجاحات اكتر واكتر، والاغنيات اللي جايه تحقق وتكون هنا في نجوم اف ام وتجي لنا تاني انترفيو عندنا يكون معنا انترفيو تاني. بنشكرك وبنبارك لك جدا. الف مبروك. الله يخليك. الله يبارك فيك. ميرسي جدا. شكرا لضيفنا ولنجمنا النجم احمد مكي. ارجوكم تابعونا وتابعوا بقيه برامج نجوم اف ام على مدار 24 ساعه.